البنات رجال الشباب كما كنا نقول رحب بكم. المسجد كبور يعني امين هو اقليمي هنا امين اقليمي يعني هنا الحمد لله اليوم دوزنا الامانه ديال تارودانت المحليه بانه دوزنا في اسم سي محمد مهرسي اللي هو داز بالاجماع ورضيع الاخوان وكلهما المناضلين صوتوا له بالاجماع على قناعه بالعمل ديالو وعلى التنفيذ ديالو والحمد لله كل شيء داز بخير وعلى خير. وكذلك ومثال يعني كاينه اليوم بسيفتي كنهضر كامين اقليمي ديال اقليم تارودان ديال الجنوبيه هنا الجنوبيه يعني الحمد لله كان فيها السي محمد التناني هو اللي صوتوا عليه اخوان صوتوا عليه يعني المناضلين صوتوا عليه بقناعه وصوتوا عليه بالاجماع وراضي على هذا الشيء وهذا الشيء كنتقبلوه ونتمناو لهم التوفيق السي محمد التناني باش يخدم العمل ديالو هو الطاقم ديالو هو النواب او جميع الناس اللي هما في المكتب ديالو كنهني الجميع وكنشكرو الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا انه هو المكب ديالنا هو اللي خدام معنا الله يجزي بخير وحنا الله يجيبنا في الظن ديالو وحنا لابد نتعاونوا مع الشعب ديالنا ويعني هذا حنا كمنتخبين ضروري باش نخدموا العمل ديالنا الجدي باش يبقى الحزب ديالنا عاتي واحد الصوره حقيقيه يكونوا الناس فيها ديال الاستقرار نتعاونوا جميع مناضلين في مستوى عالي لا من النساء لا من الرجال لا من الشابات لا من جميع الاخوان وشكرا للصحافه وشكرا للجميع شكرا.